إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من ملعب تيسيما الخاص بفريق وفا وداد، اللي عنده مقابلة اليوم ضد فريق اليوسفية الرباطية عن منافسات كأس العرش. انتم معنا على المباشر لأن كاين مقابلة أخرى الآن كتجرى بمركب مركب العربي الزولي، كتجمع ما بين مولودية الوجدية وفريق المغرب التطواني. إذن الفائز في هذه المقابلة فغادي يواجه إحدى الفروق اللي كتزاول في القسم الثاني، فاحنا جينا فقط إني باش نقربكم من الأجواء ديال هذه المقابلة. صراحة هذا الملعب ديال تيسيما فخاصة واحد الإصلاحات فيما يخص العشب، لأن العشب اللي كيلعبوا فيه فرق ديال الهواة ماشي الملاعب كاملين، ولكن مثل هذا الملعب اللي تخرجوا منه لاعبين دوليين اللي كان كيستافد منه فريق الرجاء البيضاوي، فخاصو اصلاحات مهمه على مستوى العشب، لان بهذا العشب صعب انك تزاول كره القدم. فوفا وداد بخصوص الناس اللي كيتسائلوا على هذا الفريق، فالتاريخ ديالو ربما كبر من العديد من الفروق في الدوري الوطني. تأسس في 1944 ولعب في القسم الوطني الثاني، ولكن ما اكتشفش لأنه يزاول في القسم الوطني الأول. فهاد الفريق اللي كنتكلموا عليه ديال وفا وداد فخرج العديد من اللاعبين اللي كيزاولوا الان في القسم الاول، وكان واحد الانتداب ديال الفريق الودادي للاعبين من فريق وفا وداد مزاول في قسم الهواة. بالهنيه اللي كان في المغرب التطواني، بن هنية توا كان كيزاول هنا في فريق وفا وداد، الحسناوي كذلك، العديد من اللاعبين اللي تكونوا في وفا وداد وقدروا انهم يطوروا من نفسهم وينتقلوا للفرق كتزاول في القسم الاول. نخليكم تتابعوا اطوار هاد المقابلة. النتيجة ديال هذه المقابلة هي هدفين لهدف واحد لفائدة وفا وداد. هذا الشوط الثاني. من الصعيب ان الكرة تلعب بها في الارض، لان التيران صراحة العشب غير صالح لمزاولة كرة القدم. العشب في حالة كارثية، فكنتمناو من المسؤولين وكذلك من العصبة ديال مدينة الدار البيضاء انها تكون مساهمة في إصلاح ديال
ملعب تيسيما المرافق ديالو، لان هذا الملعب كيف قلت تخرجوا منه العديد والعديد من اللاعبين، بالاخص في الفتره اللي كان كيستافد منها فريق الرجاء البيضاوي من هذا المركب. كنتكلموا على حميد ناطير، زكريا عبوب، ابو شروان، ياجور، لان ياجور ابن منطقه سباسه، العديد العديد من اللاعبين اللي تكونوا في هذا الملعب. الله الله الله. إذا وفا وداد فايزة بهدفين لهدف واحد. المقابلة القادمة ربما غادي يواجه فريق كينتمي للقسم الثاني. يعني كتشاهدوا الكرة انها كتلعب غير في السماء، لان ما يقدروش يلعبوا الكرة في الارض، العشب كيف قلت ما كيساعدش في تقديم مقابلة تليق بكرة القدم. إذا ورقة حمراء في صفوف اليوسفية الرباطية. Thank you.
فبخصوص الملتحقين في هذه المقابله، فهاد المقابله تندرج ضمن المسابقات كاس العرش، كتجمع ما بين وفاء وداد واليوسفيه الرباطيه اللي كيزاولوا في القسم قسم المظالم الهوات. فريق وفاء وداد اللي فاز لحد الساعه بهدفين لهدف واحد. من بعد هذه المقابله المقبله فغتكون ضد احدى الفرق اللي كتنتمي للقسم الثاني يوم الاحد ان شاء الله. تاريخ ديال وفاء وداد، كيف قلنا بانه تاسس في 1944، سبق له زاول في القسم الثاني ولكن ما زاولش في القسم الممتاز. القسم الاول كانوا في صفوفه لاعبين اللي الان كيزاولوا في البطوله الاحترافيه. الحرب نويضه. اذا ورقه ثانيه، ورقه حمراء في صفوف وفاء وداد. ناري. فاحنا في انتظار استئناف اللاعب من طرف الحكم لشهر ورقتين حمراوتين في صفوف الفريقين. ايضا لا. اذا التأهل ديال الفريق وفاء وداد اللي غادي يواجه احدى الفرق المتواجده في القسم الثاني يوم الاحد ان شاء الله. والان
اذا غادي نوصلوا لنهايه هذا المباشر، نقول لكم تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.